20 طنا من المستلزمات الطبية هي الهبة التضامنية الجديدة التي تلقتها الجزائر من الصين، والتي تمثلت في أجهزة تنفس اصطناعية وأطقم للكشف عن الداء وكمامات اصطناعية FFP2 موجهة للأسلاك الطبية. هبة كان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد. هذه مناسبة طيبة سعادة السفير، أن أعبر لكم على شكري بهذا المساهمة الصينية، وخاصة مساهمة من طرف الوزير الأول زميلي الصيني عندما تكلمت معه في الهاتف. أراد أن يبرهن بأن الحكومة الصينية تكن كل احترام والتقدير للحكومة الجزائرية، ومن خلال الحكومة الجزائرية للشعب الجزائري. بدوره السفير الصيني بالجزائر لينيان جدد عزم حكومة بلاده على استمرار التعاون الذي من شأنه أن يعزز أكثر متانة العلاقة التي تجمع البلدين. طبعا يسعدني كثيرا أن أحضر هذا المراسيم لتسليم الهبة على الحكومة الصينية، وطبعا إن الصين والجزائر وإنهما دائما ما تساعد بعض لبعض وتساند بعض لبعض وتشارك في سراء أو وضراء بعض لبعض. أكثر من 35 ساعة هو التوقيت الزمني الذي استغرقته طائرة اليوشين للعودة بالمستلزمات الطبية، ما يعكس مرة أخرى كفاءة طاقم الطائرة التابع للقوة الجوية الجزائرية. الرحلة دامت 35 ساعة، فيها 27 ساعة كساعة طيران. المسافة ما بين الجزائر وبيجين عاصمة الصين الشعبية هي حوالي 10,000 كيلومتر ذهابا و 10,000 كيلومتر إيابا. لنقوم بهذه الرحلة في نفس اليوم ذهابا وإيابا، وهي جد متعبة. فلهذا نحن قمنا بوضع طاقمين في الطائرة، وكذلك قمنا بتقسيم الرحلة إلى 4 مراحل. إذن هي هبة أخرى تتسلمها الجزائر من الصين في إطار مكافحة فيروس كورونا منذ بداية انتشار هذا الوباء.